السلام عليكم، مرحبا بكم الناس كل. اول حاجه معناها تفسير صغير على المجيء نتاعي للنادي الرياضي الصفاقسي. اول حاجه معناها حبيت نقول انا كنت في الملعب وتفرجت على المباراه مع الناخب الوطني جورج ليكانز بصفتي مدرب وطني مساعد اول، وجينا باش نعاينوا اللاعبين، وكلنا تفاجئنا وتاسفنا برشا للهزيمه. واعتقد انه الظروف نتاع الهزيمه وممكن النكسه بين ظفرين والوقع نتاع الهزيمه هذه هو اللي سارع الاحداث. الحقيقه انا بيدي معناها اليوم، وكان ما خسرناش وهذا تمنيناه الكل معناها كمحبين وكرياضيين وانتم اكيد كصحفيين، راني ما كنتش موجود هنا بكل صدق نقول الكلام هذا. اليوم اللي صار كوني انا كنت على ارتباط، وقع اتصال بين النادي وبين الجامعه. نحب نشكر الجامعة ممثلة في رئيسها سي وديع الجري اللي معناها مكنني من الاستجابة لنداء الواجب. هذه جمعيتي، هذه عائلتي، وقت اللي عائلتي تناديني ما نجمش نرفض. تساؤل على نتاع الخيان اللي قالوا فرطت في مكانة ممكن مريحة وفي ممكن كان وتشالنج مع العائلة نتاعك ما تحسبش، وهذا نقوله بصدق. صحيح كنت في وضعية مريحة وكنت في المنتخب، وكل واحد شرف كبير، كل واحد يطمح باش يكون في المنتخب، لكن اليوم بالتراضي وبالاتفاق مرة أخرى بين النادي وبين الجامعة تفهموا الوضع الصعيب والدقيق اللي يمر به النادي، وأنا لبيت نداء الواجب وجيت. من حسن الحظ من سوء الحظ أني أول ثاني مرة نتحط في وضع صعيب. 2008 وقت اللي جيت نفس تقريبا نفس الأشياء، النادي كان في فترة صعيبة تعرفوها الكل، ما نشوفش نرجع لها. تحملت مسؤوليتي ممكن في فتره صعيبه، يمكن الناس ما كانش متقبله غازي الغرايري في اول مسؤوليه على راس النادي الصفاقسي. تحملت مسؤوليتي بكل جراه وبكل مسؤوليه، ونجحنا والحمد لله، وعدينا الفريق الى بر الامان وعملنا القاب، هذاك الكل مشى. اليوم انا عندي رهان او نجم نقول تحدي. هذا فريق اللي كان قريب برشا من رابطه الابطال، مجموعة نتاع لاعبين متميزة، كرة القدم فيها الهزيمة. اليوم لازمنا كيفاش نتعداو بسرعة ويرجع النادي الوضع الطبيعي ويرجع المدار نتاعو الصحيح. أنا عندي ثقة في المجموعة الكل، الإدارة، الفنيين اللي موجودين معانا مش ياخذوا المقاليد الأمور على مستوى النادي، المجموعة نتاع اللاعبين مهم جدا. صحيح فما نقائص، وكان ما كانتش فما نقائص رانا خذينا رابطة الأبطال أو تعدينا للنهائي ونكونوا معناها مراهنين جديين. النقائص موجودة. حاب نقول كونه اليوم لازمنا نطويو صفحة، لازمنا نتعداو للمرحلة هذه، نتعداو بها مش بغازي الغرايري فقط. أنا جيت باش نعمل كل ما في وسعي مع الستاف اللي معايا، مع الإداريين، مع الجمهور، معكم أنتم كصحفيين، لأنه عندكم دور كبير ودور فاعل. المشاكل الكل نعرفوها، والانتقادات اللي توجهت للفريق وللامور الفنيه الكل هذا معناها مفروض بالنسبه لي انا تخلي التاريخ. اليوم باش نبنيو صفحه، باش عندنا استحقاق اللي هو المباراه القادمه يوم الجمعه، اللي هو الهدف القريب، باش نحاولوا كيفاش نخرجوا الفريق من ممكن المشكل النفسي اللي تحط فيه بعد الخيبه هذه. ان شاء الله كلنا نعملوا كل ما في وسعنا باش نتعداو هالاشكال هذايا باقصى سرعه، وننجحوا في المرور بالفريق الى المكانه الطبيعيه بتاعه. ثم عندنا راحه، ثم عندنا تقييم للمجموعه. اكيد كما قلت فما نقائص نسعاو باش نتلافاوها. اليوم عديد الخيان تكلموا على الانتدابات نتاع النادي الصفاقسي. نشاطر الراي كونه كما قلت في البدايه، لو كان نجحنا وكان عندنا ممكن المجموعة اللي هي المثلى، رانا اليوم في النهائي ربما نكونوا معناها نتحصلوا على اللقب. أنا اليوم عندي مجموعة لازم نتعامل معها، باش نقيم الوضع، باش نقيم المقاس، ومع الأخيان في الإدارة نتاع الفريق باش نحددوا حاجيات الفريق في المرحلة القادمة اللي هي باش تكون إن شاء الله فترة التنقلات. من هنا لغاديكا لازم نكونوا معناها مركزين بالمرحلة باش نتعداو هالظرف الصعيب. الاهداف عديد الاخيان تكلموا على الاهداف، نحب نقول كوني انا بالنسبه لي انا نعرف اللي انا راني في نادي كبير، الاهداف نتاعو ما تنجم تكون كان الادوار الاولى، سواء في البطوله سواء في الكاس، وخاصه رابطه الابطال اللي من حظنا ان للمره الثانيه على التوالي
باش نكونوا فيها، ورب ضر نافعة. أنا نتذكر 2006 كنت موجود والناس كل لاحظت كونا كنا قراب ياسر من اللقب ضد الأهلي المصري، لكن قدر الله ما شاء فعل، خذينا هدف في وقت قاتل. وربما معناها فما الناس كل تعرف اللي كنا تعرضنا للمظلمة سبورتيف، ما كناش واحد استفدنا من اللقب. أنا شخصيا استفدت من النكسة هذيك، وفي 2008 مع النجم الساحلي خذينا الدرس وجبنا لقب بن سوسة وما كانش سهل. اليوم يقولوا ربما النادي الصفاقسي رب ضار نافعة مش يستفيد من هالنكسة هذه باش يكون أقوى في رابطة الأبطال القادمة، وهذا اللي مش نسعاولوا الكل، مش نحاولوا نقفوا على النقائص متاعنا فنيا. أكيد أني هذه أمانة لازمني لازمني ما نغلطش باش نحدد حاجيات الفريق، وهذا اللي مش نعملوه مع الساف تكنيك الكل. معناها في المرحلة القادمة يلزمنا ندعموه الفريق، معناها يلزم نقولوا اليوم الحقيقة، الحقيقة اليوم كون إذا ما نجحناش راهو عندنا نقائص، النقائص هذه باش نكونوا أقوى في الشامبيونز ليج الجاية وفي البطولة وفي الكاس لازمنا ندعموها. اليوم عندنا كورس كونتر لا مونتر، ما نجموش ندعموا غدوة وما نجموش ندعموا بعد أسبوع، باش ننتظروا للمركاتو باش نجموا نزيدوا بعض. وأنا معناها مانيش من أحباء الانتدابات الكبيرة. نذكر بقت أن 2008 وقت خذيت الفريق في الوضعية اللي تعرفوها الكل في 57 مباراة في موسم، عملت على أولاد النادي ثم تقريبا 7-8 لاعبين وكانوا اكتشافات ولعبوا الكلهم، وكانوا في أمو موندونيا عندنا دوز إيكيب، دونك أنا نعرف اللي مخزون النادي الصفاقسي من أولاده راهو فيه لاكاليتي، ودليل أنه كل عام النادي الصفاقسي يقدم في لاعبين الفريق الأول. الانتدابات يلزمها تكون فريمون خير من اللي عندك برشا، وهذا اللي إن شاء الله باش نسعاولو، باش نحاولوا أن الكلنا نخدموا اليد في اليد باش نقدموا بالنادي الصفاقسي. الكونترا نتاعي الاتفاق نتاعي انه باش نكون موجود كما كان تفضل السيد نائب الرئيس، انه بقطع النظر نتمنى انه الاستمراريه ونتمنى ان نكونوا دائما معناها نكملوا العمل نتاعنا. لكن انا شفي انا اونترينور اليوم جيت على هدف، الهدف هو الاني كيفاش نتعداو بالفريق من المرحله الصعيبه ونرجعوه للمدار نتاعو، الهدف الكبير اللي هو تشامبيونز ليج. هذاك علاش انا عندي عقد سنتين، نعرف سافرين دير معناها تجب تعمل عقد بعشر سنوات لكن النتائج في الأخير هي اللي تحكم فيك. أنا ما يخوفنيش هذا، عندي ثقة في الفريق لأنه عندنا فريق جيد في حاجة للتدعيم بالصبر بالعمل وبالتفاف الجميع. تساؤل الإطار الفني اليوم أخذت أنيس بوجلبان كمساعد، أنيس بوجلبان غني عن التعريف كلاعب وكقائد للنادي الصفاقسي وكأستاذ تربية بدنية وحائز على ليسانس كاف أ. اليوم حان الأوان باش يدخل للإطار الفني نتاع النادي الصفاقسي، أنا أعطيت فيه ثقتي لأنه عنده كل الممهدات باش ينجح وباش يعاون، من التأطير من الأمور الفنية من الرؤية من الانتدابات أنا نشوف فيه الشخص المناسب من نظافة، لأنه هذوما دي كريتير مهمين جدا. سي محمد الرباعي مدرب حراس، مع احترامنا للإطار الفني السابق الكل، نقطة أنا خيرت باش يكون إطار فني جديد لأنه تعرف وقت اللي تصير أنا شاك ماذا بينا ناس جدد اللي هي باش تحاول أنها تفسخ الشاك هذاك وتحاول تبدأ مرحلة جديدة. مع احترامنا الكامل للإطار الفني ما نشكوش في كفاءته الكل، الإطار الفني من المدرب اللي كان الأجنبي إلى كامل أعضاده، معناش أفير دي كريتيك ولا حتى باش نتكلموا على الجانب هذا، نتكلموا على روحنا، نتكلموا على الفترة القادمة. سي محمد الرباعي هو المدرب الحراس، اشتغل في النادي الصفاقسي لمدة سنوات في فريق الأمال، واشتغل مع بيير لشانتر ومع نبيل الكوكي في الإطار الفني تاع النادي الصفاقسي، اشتغل معايا شخصيا في الملعب التونسي، اشتغل معايا في الإمارات، دونك سي كالكان اللي عنده خبرة وأستاذ تربية بدنية وإنسان معناها كفء. وسي مهدي مرزوق اللي أنا شخصيا ما سبقليش العمل معاه، لكن سمعته وسبقته سواء في العمل اللي قام به مع سي رود كرول ولا مع سي حمادي الدو، وحتى في المنتخب الحقيقة وقت مريت في المنتخب ترك أطيب الانطباعات، وهو ولد النادي وكفء، وإن شاء الله ثم زوز آخرين باش يدعموا على مستوى مساعد ثاني ومعد بدني ثاني في الايام القليله القادمه. تساؤل الاخ على مستوى موضوع الكوميونيكاسيون، حاب اقول حاجه كونه احنا معناها راهو ما نجموش ننجحوا اذا الاطراف الكل ما تعاونش. راني مانيش انا سوبرمان باش نجي نقول راني انا مش نعمل ومش نقد ومش كذا، انا عندي دور وعندي ستاف ودور الهيئة معناها ما ننكرهوش، دور الجمهور كبير وأنا ريت شخصيا الجمهور شنو عمل
مع نادي صفاقسي، كنت حاضر في عديد المباريات تاع تشامبيونز ليغ بصفتي مدرب وطني باش نلاحظ، وشفت مدى تأثير الجمهور ودفعانه للفريق وعانته للفريق. كيف كيف دور الصحفيين؟ انا مش باش نرمي ورود ولا باش نجي نجامل ولا باش نجي باش نعمل هكا باش نكسب الصحفيين، لا، انا نقول الحق انه الصحفيين راهم عندهم دور فعل، من حقهم انهم باش ينتقدوا، من حقهم باش يعطيوا راي، ومن حقهم باش يوجهوا اللوم للاطار الفني ولا للاعبين ولا لكن في نفس الوقت ناخذوا الحاجه الايجابيه، ناخذوا الاشياء اللي باش تعاوننا، ونحترموا الراي الاخر ونحترموا لو كان حتى انتقاد يخصني انا ما عنديش حتى اشكال. التواصل عندنا معناها المسؤول على الاعلام كنت معه في جلسه قبل الندوه الصحفيه، اعطاني ترتيبات اللي موجوده على مستوى لي بوان دو بريس، على مستوى الايام في التمارين الى غير ذلك. ان شاء الله مش تكون الامور معناها منظمه ومسبقا معناها تعلموا بها. انا على ذمتكم تبقى امتي ديتاي، انا جيت للنادي الصفاقسي في 24 ساعه، ممكن امس التليفون نتاعي ما سكتش، كنت في اجتماعات ماراثونيه. الاعتذار للاذاعه الخاصه او بعض الخيان اللي اتصلوا بيا وما نجموش ما نجمتش ناخذهم، اولا عديد الارقام ما نعرفهمش، كنت في اجتماع مع الاداره، كنت اجتماع مع الاطار الفني، يعني كامل اليوم دخلت لداري كان في الليل، دونك عذرا ونعتذر اذا كان انا ما دخلتش مع بعض الصحفيين ولا بعض الاذاعات. ثم نقطه معناها ممكن احنا نحبوا نتنظموا ونحبوا نعطيوا للرجال الاعلام حقهم واحنا على ذمتهم، لكن في بعض الفترات اللي يبدا الواحد ممكن مشغول، يبدا الواحد ممكن في داره، ويمكن الواحد في ظروف ما ينجمش يرد على التليفون، راه ماهوش ذنب، ماهوش حاجه كبيره اللي معناها ممكن تغشش البعض. مرة أخرى نعتذر إذا كان أنا ما جاوبتش أمس بصفة استثنائية، لكن راه مستقبلا جو سوي افوتور ديسبوزيسيون بالتنسيق مع الأخيان في الإدارة والمسؤول على الإعلام باش نجاوبوا، باش راه مش في الربح وفي الخسارة قبل الربح، دونك أوني لا فوتور ديسبوزيسيون إذا كان فما حاجة أخرى مرحبا.